إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم أقرب وقت للحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير، القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. قارئنا في حلقة اليوم هو خالد عمار عبد القادر بودقة، ليبي الجنسية، يبلغ من العمر 14 عاما، طالب بمدرسة أحمد بن ماجد الخاصة. تعلم القراءة في اليابان وأصبحت القراءة لديه حبا وشغفا. سنتعرف عليه في هذه الحلقة من خلال سرده لقصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب الواردة في كتاب أطفالنا في ظلال السيرة النبوية الذي أعده محمد علي قطب. القارئ الصغير. مرحبا خالد. أهلا وسهلا. أهلا بك. عمرك 14 سنة كما قلنا في المقدمة. أيوة. أنت ليبي. نعم. مقيم في السلطنة منذ متى؟ منذ يمكن تقريبا 3 سنوات. 3 سنوات. جيت مع والدك؟ أيوة مع أهلي. أها. أهلك يشتغلوا هنا في عمان؟ أيوة، أبوي يشتغل في جامعة السلطان قابوس في كلية الطب، وأمي في عيادة الأسنان. أها. وأنت تدرس في مدرسة أحمد بن ماجد. نعم. يعني قلنا في المقدمة أنك تعلمت القراءة في اليابان، إيش وداك اليابان؟ أبوي حصل منحة أيوة من الحكومة الليبية، فذهب. أنا كان عمري يعني 2 سنين. أها. ورحنا لليابان وأختي يمكن. لما كان عمرك 2 سنين معناها سنة 2002 راح اليابان. أيوة. أيوة بالضبط. وأختي الصغيرة كانت في الشهور 3 شهور تقريبا. أيوة. وعشنا هناك تقريبا 8 سنوات ورحنا مدينتين. كان يحضر دكتوراه والده؟ أيوة كان يدرس وحضر دكتوراه وحصل دكتوراه هناك. ما شاء الله. وكيف يعني تعرفت على القراءة في اليابان؟ كان بالمدينة، كان في مكتبة. مكتبة المدينة نفسها. أي مدينة بالضبط؟ مدينة جيفو. أيوة كانت كبيرة جدا. وفيها عديد من اللغات. منها حتى في عربي هناك. وكان يعني عملت حساب هناك. وكنت استعير كل أسبوع، استعير كتاب كتابين وأقراهم. في الأوقات الفاضية. كان الكتابين اللي تستعيرهم باللغة اليابانية ولا العربية؟ كان مخلط بياباني وإنجليزي وعربي. إيش اللغات اللي أنت يعني تجيدها وتعرفها الحين؟ تو أنا أعرف إنجليزي. عربي وياباني. ما شاء الله. يعني حتى ياباني تعرف الحين. أيوة. طيب يعني بعد ما رجعت إلى ليبيا، متى رجعت ليبيا؟
أنا ما رجعت ليبيا، بس في العطلات الصيفية نزور أهلنا، وفي رمضان أحيانا نروح هناك. مفهوم. يعني قصدي متى خلصت بعثة الوالد؟ من 3 سنوات بس؟ أيوة اها، وجيتوا سيدة على عمان. أيوة نحن جلسنا فترة بعد الدكتور، ما حصل الدكتوراه جلسنا تقريبا 4 سنوات، حصل الدكتوراه وجلسنا هناك 4 سنوات وجينا عمان. نعم. تتذكر بعض الكتب اللي قرأتهن في اليابان أو مثلا في كتب؟ أيوة أيوة، تعلمك تصنع أشياء. لما كنا صغار كان في هذه الكتب إن تصنع أشياء والخطوات والأدوات، وكان يعني جدا يعني عملية، وتروم تستعملها في البيت وفي حياتك اليومية. جميل. إيش نوعية الكتب اللي أنت تحب تقرأها خالد؟ قصص الأنبياء، الموسوعات العلمية، أكثر شيء يعني الكتب الدينية والموسوعات العلمية أيوة أكثر شيء. والكتب الأدبية ما أيوة تحبها؟ في ما وجد العلمية أكثر شيء، وفي خاصة في قسم الأحياء. أها. وفي البيت يشجعوك على القراءة طبعا؟ طبعا يشجعوني، ودائما في كيف يشجعوك يعني؟ مثلا إنك في فترات مثلا في معرض الكتاب نروح مع بعض نشتري، يشتروا لك كتب. أيوة نشتري كتب، أها. وفي عندي نزل في الكمبيوتر مثلا كتب إلكترونية جميل. أقرأها. تقرأ أيضا بالكم يعني الكتب الإلكترونية؟ أيوة أقرأ الإي بوكس. أها. جميل. وفي المدرسة طبعا أيضا يشجعوك. نعم شاركت في مسابقات قرائية؟ أيوة، مثلا السنة الماضية شاركت في قطار المعرفة كم كتاب قرأت؟ حوالي 30 كتاب تقريبا. جميل. إيش تتمنى تكون خالد لما تكبر؟ إن شاء الله أتمنى أن أكون في يا بحار يا طيار. يا بحار يا طيار. أيوة وأنت خالد عمار. أيوة ليش يعني هذه الخيارين؟ لأن الطيار يعني يعني تحس بالمتعة، وتتحكم بكل شيء، كل شيء قدامك، والأزرار، تقود يعني مركبة كبيرة، ومسؤوليتك ناس راكبين ركاب جميل. كذاك يعني. وبالنسبة للبحار نفس الشيء؟ أيوه. جميل. إسلام عمر بن الخطاب لما طلبنا منك يعني كذا تعرفنا على كتاب قرأته، اخترت هذا الكتاب ليش؟ لأن عمر بن الخطاب شخصية مهمة جدا، وكان قوي، ويعني كان من يعني الفاروق أيوة أو الفيصل بين الإسلام. أيوة يلقب بالفاروق، ويعني أسهم في الإسلام، وفي إسلام كان له دور كبير في نشر الإسلام. أيوة أيوة كان له دور، وأسلم العديد من الناس بيده هو نعم لما أسلم الخلافة، استلم الخلافة. نعم. غير أنه أيضا قصة سيدنا عمر يعني مليئة بقصة الإسلام، يعني إسلام سيدنا عمر مليئة بالدروس والعظات صح؟ نايو كان قبل إسلام عمر كان هذا ألد أعداء الإسلام، وكان يعني كان يعذب المسلمين وهذول المؤمنين. نعم. وبعدين لما بعد ما صار مسلم، لا قصدي بعد ما يعني هذا قبل إسلامه، بعد ما طفح الكيل وشافوا إن إسلام العديد من الناس رغم العذاب اللي هم يحطوه فيه، المشركين يعذبوهم، بس يعني كانوا يسلموا رغم العذاب اللي كانوا فيه. ومرة اجتمعوا المشركين، ثم
ثم طرحوا هذه القضية أن كان يسلموا أن الناس الإسلام العادي من الناس يزداد رغم العذاب. فقرروا فقام عمر من المجلس وبانت عروق رقبته وأحمر وجهه فقرر من الغضب يعني؟ أيوة من الغضب. فقرر قتل محمد، إذا قتل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فجميع الناس بيتفرقوا بيرجعوا لولائهم الشرك. وقام عشان راح عشان يقتل سيدنا محمد، وهو في طريقه جاء صاحبه قال قبل ما تقتل محمد روح على دار أختك ويعني شوف أهل بيتك. أيوة. وامنعهم، ففاطمة أختك أسلمت وسعيد بن زيد هو ولد عمه زوجها. أيوة زوجها. فازداد غضبه أكثر فأكثر، ثم راح على دار أخته فدق الباب وصرخ، فأخته فاطمة فتحت الباب ويعني من شدة خوفها يعني فتحت الباب وشافت إن هذا أخوها، وشافت العروق اللي باينة في رقبته وإحمرار وجهه، فصفعها كف وضرب زوجها بعد. أيوة ضرب زوجها وسالت الدماء على الأراضي. ثم سألهم ما الكلام الغير المفهوم اللي كنتوا تقولوه لما كان على الباب سمع القرآن اللي يتلو، كان خباب بن الأرت كان أيوة. صاحب النبي كان يتلو عليهم القرآن. جميل. أيوة سأل وش هذه الكلمات الغير مفهومة؟ قالت هذا القرآن. فقال لها أنا أعطيني الصحيفة اللي كنت تقرأي منها. فيعني كانت خائفة ومرتدة وتشك في أخيها أنه بيضربها ولا بيسوي شيء بالصحيفة، فقسم لها أنه ما بيؤذي أحد بس أعطيني الصحيفة. طلبت منه يتوضأ ولا شيء؟ أيوة طلبت منه أن يغتسل قبل. أيوة فاغتسل ثم جاء يعني الدار فمسك الصحيفة، كانت أول سورة طه، فوقع الكلام في قلبه وهدأ، ما عاد يعني راح الغضب وكل شيء وهدأ وكان ذلك سببا في إسلامه. أيوة هذه سورة طه كانت سبب في إسلام عمر. نعم. سأل أخته أين محمد، أريد أن أعلن إسلامي. فتفاجأت أخته وفرحت طبعا. أيوة تفاجأت وفرحت، ويعني هذا كان ألد الأعداء المسلمين فتو بيعلن إسلامه. نعم. فقالت له أن الرسول موجود في دار الأرقم بن أبي الأرقم. هذا من السباقين الإسلام والمهم وبقية الحكاية معروفة طبعا. راح أيوة. سيدنا عمر إلى دار الأرقم وأعلن إسلامه هناك، وصار الفاروق الذي يفصل بين الحق والباطل، وعز به الإسلام، واستجاب الله دعاء سيدنا محمد بأن أعز الإسلام بأحد العمراء. سؤال أخير بما أن وقت البرنامج انتهى، خالد إيش الحكمة التي تؤمن بها في حياتك؟ دائما أفكر بهذه الحكمة وحطها براسي، من سار على الدرب وصل. فدائما الواحد اللي يجتهد واللي يقرأ واللي يغذي عقله بالمعلومات والعبارات والكلمات الجديدة دائما يوصل للدرب والنقطة اللي محددها في حياته اللي بيسويها في المستقبل. ما شاء الله عليك، أنت نموذج رائع للطلبة الذين في عمان يا خالد. شكرا جزيلا لك. خالد عمار عبد القادر بودقة، طالب بمدرسة أحمد بن ماجد الخاصة، تبلغ من العمر 14 عاما، وطبعا أنت ليبي الجنسية. شكرا جزيلا لك على هذه الدردشة الجميلة معك.
شكرا شكرا للاستضافة. أحسن. القارئ الصغير. القارئ الصغير مع تحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير.